كيف ما كتشوفوا ستون ديالنا كيبريزونتي ديسبوزيتيف ديال المطار جميع المراحل اللي كيدوز منهم المسافر والاجراءات قبل ما كيطلع الطياره اول اجراء كيخضع عليه المسافر وهي تفتيش والكشف يعني هنا نقطه الكشف والتفتيش يعني كيدوزوا يعني كيخضع سواء تفتيش الامتعه تفتيش الامتعه وتفتيش البدني كيحطوا المسافرين الامتعه ديالهم في هذا السكانر افيك دي رايون اكس اللي من خلاله كنحاولوا نتعرفوا على المواد الممنوعه اللي ماخش اي مسافر يحملها معاه يعني من اجل الحفاظ على سلامه المسافر ومن بعد كيدوز المرحله ديال التفتيش البدني يعني بالنسبه للعنصر النسوي حنا كنتكلفوا بالتفتيش ديالهم وبالنسبه للرجال كيتكلفوا يعني البوليس بالتفتيش ديالهم ومن بعد كيخضعوا المسافرين لمراحل اخرى اللي هي مرحله مراقبه الجوازات على مستوى الجيشيات هنايا كيقوموا يعني عندنا رجال شرطه كيقوموا بمراقبه وثائق السفر الصلاحيه يعني الاطلاع على مجموعه البيانات يعني التنقل يعني جميع الوثائق هذه هي اخر مرحله كيدوزوا منها قبل ما كيلتحقوا بالطياره من اجل يعني السلامه ديال جميع يوميا كيطرحوا علينا مجموعه ديال الاسئله كيفاش يعني كيفاش اننا نلتحقوا بهذا السلك شنو هما الرتب ديالكم شنو هما الدبلومات اللي خصنا نتوفروا عليهم يعني على حسب الرتب كيف ما قلت يعني المينيموم على الاقل يكون الباك يعني مستوى البكالوريا عند المترشح وموراها على حسب الرتب سواء كيكون عنده باك بلس 1 باك بلس 2 ولا باك بلس 3 يعني توفر على الاجازه ولا الدبلوم دوغ او دوست او باك بلس 1 سنه يعني مورا سنه جامعيه صعوبات ضروري اكراهات يعني في اي مجال ضروري من الصعوبات ديالو ولكن الحمد لله بالصبر وهادي وكنشوف يعني تفهم ديال المواطنين وهذا كيخلينا اننا نكونوا مرتاحين الحمد لله.